يعني أتفهم كلام الأخ، لأن الجماعة مصدومين والجماعة موتورين، وهذا طبعا من حقه حقيقة. الهزيمة ليست قليلة والصدمة ليست سهلة، لذلك يعني على الرغم من مرور أكثر من شهرين ونص على إعلان النتائج الأولية للانتخابات، الأخوة يعني كان الله في عونهم لم يستطيعوا لحد الآن استيعاب هذه الصدمة وهذه الهزيمة. على كل حال أنا لا أريد أتحدث عن الماضي، نعم. والمقصود بالماضي، المقصود بالماضي هو ساعة من الآن، يعني ساعة قبل من الآن أصبح من الماضي. أنا عليه اليوم البيانات الرسمية التي صدرت من العصائب والتحالف ودولة القانون من كل هذه القوى، والنصر والحكمة، هذول يعني العناوين التنسيقية، كلهم رحبوا بالنتائج. هسه شنو خلفية النتائج؟ شنو اللي صار؟ شنو تحت الطاولة؟ لا دكتور، شنو فوق الطاولة؟ هذا أفضل أستاذ نزار. لا لا اسمح، لا لا لا, لا مو بس للتوضيح، الكل رحبوا إلا العصائب، التزموا بقضية إلى أنه الضغوط. لا لا العصائب رحبت قبل شوية، رحبت بس قالت بعد أكو ضغوط. ما يخالف هاي الضغوط صار لها، نعم هاي الضغوط صار لها 18 سنة، هاي مو جديدة، هاي الضغوط صار لها 18 سنة. هالمرة ذي على القضاء، يقولون الضغوط على القضاء. نحن نتذكر احنا في 2010 ألم يمارس السيد مالكي وكان رئيسا لمجلس الوزراء، ألم يمارس الضغط على مدحت المحمود حتى يغير تفسير المادة 76؟ كنا نتذكرها، يعني ما صارت من الماضي الصحيح، كلنا نتذكر ذلك. في 2014 ألم يتهم السيد المالكي القضاء والمفوضية ألم يتهمهم؟ هذه اتهامات يسوقها كل من لم يحصل على المقاعد التي في مخيلته، وهذا طبعا من حقه، لأن كل واحد من هذولا يظن أن نصف الشارع أنه يمتلك نصف الشارع، وهو لا يمتلك شيء، هو يمتلك هذا العدد المحدود. طيب. والضيف الكريم اللي غادرنا إذا تسمح لي فقط كان يتحدث أن الشارع العراقي مصدوم، أي شارع عراقي يعني؟ إذا هو الإطار يقول أن نسبة المشاركة 15%، الإطار يقول أن نسبة المشاركة 15%، بمعنى آخر أن 85% شعارهم I don't care، غير مبالين، غير مهتمين، 85% من الشعب العراقي واقفين على التلي يتفرجون